قال الأصمعي كان في بني تميم رجل اسمه حنظلة كان معروف بسرعة الجواب المسكت حتى لا يكاد أحد يقهره تزوج امرأة منهم اسمها علقمة فجاءت بعدة أولاد لم يسلم منهم أحد غير ولد اسمه مرة وكان أسرع من أبيه جوابا مع دمامة منظره بدر من مرة بادرة أغضبت أباه فقال الوالد: أنت خبيث كاسمك يا مُرَّه، فقال الولد: أخبث مني من سماني به، فقال الوالد: إنك لمُر يا مُرَّه، فقال الولد: أعجبتني حلاوتك يا حنظلة، فقال الوالد: تالله لست من الناس، فقال الولد: من شابه أباه فما ظلم، فقال الوالد: لا رضي الله عن بطن تقلبت فيه، فقال الولد: أجل ولا عن ظهر نزلت منه. فقال الوالد: والله لا تزداد إلا سوى أدب، فقال الولد: أتجني من الشوك العنب؟ فقال الوالد: لقد كنت مشؤوما على إخوتك حين ماتوا وبقيت. فقال الولد: أعجبتني كثرة عمومتي يا مبارك، لأن والده مثله ليس له إخوة. فقال الوالد: لا أفلحت أبدا. فقال الولد: كيف يفلح من أنت أبوه؟ قال الوالد: ما أحوجك إلى تأديبي. قال الولد الذي نشأت على يديه أحوج مني إليه قال الوالد أراحني الله كما أراح أخوتك قال الولد تختنق بحبل حتى تموت فتستريح من وجهي قال الوالد لا أدعون الله عليك قال الولد الذي تدعوه عالم بك قال الوالد لا يعلم مني إلا خيرا قال الولد شاكر نفسه يقرئك السلام قال الوالد ما أجد لي خيرا من السكوت قال الولد يمنعك سوء خلقك الذميم. قال الوالد لولا فتوري عنك ما تجرأت علي. قال الولد اذا نفسك فلم. قال الوالد ان قمت اليك لاوجعنك ضربا. قال الولد ما انت اشد مني بطشا. فقال الوالد اتضربني اذا ضربتك؟ قال الولد وهل انت في شك من ذلك؟ فقال الوالد اذا سود الله وجهك. قال الولد الا انت بيض الله عينيك. فقال الوالد: ورم الله منك الارض. فقال الولد: اذا فرق الله بينك وبين العافيه. فقال الوالد: يا رب ترزق الناس اولادا حسانا وانت ترزقني شيطانا. فقال الولد: اما علمت ان من العصا العصيه والحيه لا تلد الا حيه؟ قال الاصمعي فانقطع جواب ابيه ولم يعش بعدها الا اياما فمات.